السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل شهداء وأجل الشفاء لكل جرحى. نتمنى من الله ربنا في كل أسير وكل مفقود يرجع إلى أهله سالما. اللهم احفظ السودان والسودانيين وأنصر قواتنا الشعب المسلح. جئنا لكم بفيديو جديد مع راكس محمد أبو الدهب، كلام جد جميل وسقط في نفس الوقت. كده كنا هذا الفيديو أول، حتى مبارك نعقب معكم. ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تدعمنا بالاشتراك في القناة. اللي حنتكلم فوق هو البشريات ليكم انتوا كابناء وبنات الشعب السوداني، واللازم تعرفوه واللازم تلقوه. اولا حنبدا بالموقف العمليات، لانه الليله كلامنا كلام عسكري، وانا بحمل ليكم رساله من بعض القيادات في داخل القوات المسلحه. وحمد الله على السلامه لسعادته نصر الدين، الف حمد الله على السلامه لسعادته نصر الدين، الان متواجد بعد الاستشفاء، الان متواجد على مستوى المدرعات. من هنا بنقول لك الف حمد الله على السلامه يا سعادتك، وثقتنا فيك كبيره جدا جدا، وعارفين انك وكذلك تحايانا للراكز جدا لسعادته سعاده اللواء رف ايوب. التحيه لك يا سعادته ايوب. هؤلاء الرجال صدقوا في قولهم وفعلهم، وانا والله مبسوط جدا جدا بتواجدكم مع بعض الان على مستوى قياده المدرعات. ده الشده يرنه، وبحمد الله الان هؤلاء الرجال متواجدين والمدرعات في يد هؤلاء الأبطال. التحية لكم سعادة اللواء نصر الدين وسعادة اللواء أيوب، ولكل الناس الراكزين جدا راكزين جدا في داخل المدرعات. تحايانا مستمرة والله لكم وكل الناس المرابطين، من حتى من المستنفرين. ربنا يديكم الصحة والعافية. الشعب السوداني حقيقة بالنسبة لنا عارفين الوجع اللي بيمر به الإنسان السوداني، كل تفاصيلك انت عارفينها، لكن في هجمه كبيره جدا جدا في الايام المضت دي على القوات المسلحه، وهي هجمه يا اخواننا اساسا معد لها عبر حسابات وعبر ناس مرتزقه وعبر الميليشيا بتاعت الجنجويد وعبر الجناح بتاعهم السياسي اتجاه القوات المسلحه. والهجمه دي بحمد الله سبحانه وتعالى صدينا لها، استضينا لها بحمد الله سبحانه وتعالى تصدي كامل شامل، وانتهت الحمله دي حتى على مستوى الميديا قدرنا ننهيها بحول الله سبحانه وتعالى. لذلك حاسين بوجع الناس في داخل الناس المواطنين اللي بتشردوا، وحاسين بقلات الجشع بتاع بعض الولايات او تجار الازمات المتواجدين على مستوى الولايات اللي بيتعاملوا مع مواطن الخرطوم بأسوأ انواع التعامل، في 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 انهم ياجروا له بيت ولا يسوى ب 900 او بمليار جنيه في الشهر. نحن عارفينه، عارفين تجار الازمات، ودي واحدة من أسباب المشكلة السودانية، ودي واحدة من الأسباب بتاعت المشكلة السودانية، إن تجار الأزمات المتواجدين على مستوى الولايات والبعاملوا نازحين الخرطوم. ما كلهم ناس الولايات، لكن في تجار الأزمات متواجدين، والجميع يدرك المعلومة دي. لذلك نحن عارفينهم، والله 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 ما بتغنوا ليوم الدين، ليوم الدين ما بتغنوا، عارفين الكلام ده. وكذلك حاسين بألم الناس الآن اللي اتشردت وتنزحت، وحاسين بالألم بتاعهم، لكن إلا أنه عندنا اليوم بشريات العودة بإذن الواحد الأحد الصمد، أنهم حيعودوا قريب لبيوتهم، حيعودوا حتى لو كانت البيوت مهدمة على مستوى الأرض أو مكسرة أو منهوبة أو كل التفاصيل، إلا أنه أنا ما بكشف لكم عن مفاجأة حتلقوها فيما بعد بعد الانتصار، حترجعوا لبيوتكم وهنالك مفاجأة كبيرة جدا جدا بالخسائر اللي ارتكبوها فيكم ميليشيات الجنجويد، الا انه والله 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 انه حيكون في عمليه بتاعت يعني مكافاه كبيره جدا جدا لكل النازحين اللي تنزحوا. ان احنا الروح عارفيننا ما بتعود، لكن ناكد لكم انه في ممتلكات، في تعويضات كبيره جدا جدا حتتلقوها باذن الواحد الاحد الصمد. طيب الموقف العملياتي على مستوى ولايه الخرطوم كالاتي. اول الحاجه خلونا نتكلم باسم ولايه الخرطوم ككل، انه حصلت فوق احداث داميه على الميليشيا بتاعت الجنجويد. يعني امبارح كنا دايرين نتكلم ضرب الله عن البشريات، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى الليله بشريات، الليله وبشريات امس وقبله، والله العظيم بحمد الواحد بحمد الله الواحد الاحد الصمد كبيره جدا جدا. ونقول الحمد لله انه عندنا قواتنا المسلحه وعندنا استخباراتنا شغاله وعندنا جهاز الامن شغال والمهام الخاصه، وهؤلاء الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا
في قولهم إنه مستعدين يقدموا أنفسهم أو أرواحهم رخيصة في ده هذا الوطن العزيز اللي اسمه السودان. بشريات كبيرة. أول حاجة خلونا نبدأ بأمبدات ومدرمانات، لأنه كانت عمليات التدمير بتاع ميليشيات الجنجويت من المدافع، الناس اللي بتسأل، من المدافع الضربوا بها، الفقوا بها الأحياء الآمنة على مستوى أم درمانات اللي هي بمخطط كبير على أساس إنه داري يطلعوا الناس، لأنه الآن الميليشيا ما عندها أي عقيدة قتالية. وأنا ده كلام بقوله لكم مسؤول منه مسؤولية مباشرة، مسؤولية مباشرة، إنه الميليشيا الآن لا تمتلك أي شيء والله. وده من مصادر من قواسات داخل ميليشيات الجنجويد بتعمل لدينا، أقسم بالله العظيم. الآن ميليشيات الجنجويد فقدت ما فقدت من قيادات في الأيام الماضية فوق 40 قيادي، وده كله كان شغل ممنهج، شغل مخطط له تماما، إنه الجقم يقول لشنو؟ للميليشيات، لقيادات الميليشيا. أكثر من 42 من قيادات الميليشيا، من رايد، من مقدم خلا، لعقيد خلا، لعميد خلا، والله في أبشركم في الأيام الماضية تم جقمهم بواسطة شغل المسيرات. الله أكبر، أقسم بالله أكثر من 40 أو 42 قائد داخل الميليشيا تم جقمهم بواسطة المسيرات بالملي، بالملي، كفت بالملي. وده خلق عملية بتاعت أزمة كبيرة جدا جدا داخل ميليشيات الجنجويد، أدت لمسائل بتاع اشتباكات إثنية في داخل الميليشيا. أنا ما بقدر أتكلم باسم القبائل أو بمسميات القبائل حتى لا أخلق عملية بتاعت فتنة قبلية، لأن هذه الميليشيا لا تمثل قبائل الدولة السودانية، ولكن الاختلافات داخل الميليشيا اختلافات إثنية، واختلافات ما بين مكونات إثنية كبيرة جدا جدا في داخل ميليشيات الجنجويد. الآن الآن هنالك من القبائل أو المكون الإكس والزيت ما بيقدروا يتواصلوا، حتى المتواجدين في أم درمان ما بيقدروا يقطعوا الكبري يمشوا بحري. ركزوا معانا في الكلام ده، المتواجدين من القبيلة إكس في أم درمان الآن ما بيقدروا يمشوا بحري. اختلافات بالجملة أدت لموت العشرات في الأيام الوطن، ومتكدسين ومتسكتين عليها، لكن أقسم بالله لدينا مصادر في داخل الميليشيا بترفع علينا بالصورة في داخل الميليشيات. ما تفتكروا إنه ما شغل الاستخبارات ده، ما بتشتغلوا الاستخبارات برا. أنت كمواطن نفسك، وده الكلام اللي قلناه ليكن يا مواطنين، إنه أنت نفسك بتقدر بتشتغل الشغل بتاع استخبارات لبلدك، ما للبرهان. ركز معاه، ما للبرهان، فهمت؟ لوطنك ولبلدك ولقواتك المسلحة، أنت نفسك في الحي قادر إنك تشكل عملية استخباراتية لقواتك المسلحة وترفع التقارير. ما بالضرورة إنه يكون في استخبارات مدرب، لا لا، استخبارات في مفهومة إنه شنو الاستخبارات. الكلمة منك المؤكدة للقوات المسلحة رفع إحداثية أو تقرير، تقرير ما بالضرورة يكون تقرير، تقرير إن شاء الله فوقه ثلاثة جمل بتحس على إحداثية معينة، تواجد لميليشيات الجنجويد أو لمدفع بتاع الجنجويد في المنطقة الفلانية، ده يعتبر إنه أنت ساعدت أو إنك أنت نفسك استخبارات. الليلة اليوم والأيام السابقة الميليشيا اختلافات، أول نقطة اختلافات على مستوى أم درمان بين قيادات ميليشيا، وصلت لمرحلة القتل العشرات من الميليشيا في أم درمانات بين قبيلتين في داخل الميليشيا، وتدخلت قبيلة ثالثة عشان تجيب بيناتهم، سحبوا كمية من الميليشيا لدرجة إنه هنالك أكثر من 40 عربية تاتشر طلعت من الخرطوم، انسحبت مشت على اتجاهات دارفور واتجاهات كردفان. ده أول أمس، أكثر من 40 عربية. أمس بالمس الساعة 7 مساء طلعت تاني 9 عربات توجهت مشت، كمية بتاعت انسحابات ما طبيعية
والله العظيم انا بقول لك معلومه ما طبيعيه، لدى ميليشيات الجنجويت الايام دي انسحاب انسحاب انسحاب، كميات من الانسحابات، فتن ما طبيعيه بينات الناس دي لاسباب كثيره اذكر منها الاتي. اول حاجه الليله حصلت عمليه بتاع اشتباكات في بحري بين ميليشيات الجنجويت بعضهم البعض في بحري، الليله اليوم ده في بحري بين الميليشيا بتاعت الجنجويت بعضهم البعض جنب الكوبري بتاع شنبات اللي هو في المنطقه، التنازل من كوبري شنبات وماشي على اتجاه المؤسسه، اشتباكات ماتوا فوق 9 ده الليله. الليله حصلت كميه بتاع اشتباكات بيناتهم في شرق النيل، كذلك ماتوا فيها العشرات، وكذلك غير في الخرطوم بسبب المرتبات. صرفوا لقبيلة معينة، ركز معي، في قبائل معينة متواجدة سلموها المبالغ، وفي قبائل ما صرفوها لأنه ما ليها وزن في داخل الميليشيا، ما ليها وزن. في قبائل 3-4 ليها وزن في داخل الميليشيا، وافتكر الناس عارفة التفاصيل، وفي قبائل ما عندها وزن في داخل الميليشيا. فجاءت الرسائل كالآتي، إنه عشان نوريك إنه هؤلاء قتلوا مغتصبين ونهابين، الآن ما في مرتبات صرفت إلا لمكونات إثنية وحتى على مستوى القبائل في داخل ميليشيات الجنجوي لبعض الغيرهم شقالين. شنو جاتهم توجيهات؟ شوف شوف الكلام ده، أنا بديك شوف شوف النف عليكم الله عشان نوريكم إنه دي ما حرب، ده شغل بتاع مرتزقة، ده شغل بتاع ناس شقالين، شغل بتاع قنايم. الناس ديل يا اخواننا الان ما عندهم اي حاجه غير انه يجمعوا الناس ويسكنوا جوا العمارات، وكل يوم بيمشوا بيهجموا لهم على مكان. تخيل عشان نوريك انه هذه الميليشيا ما عندها اي هناي، مشوا الايام المضت المدرعات دي ما قلنا لك مغبرتهم. تخيل انه من مصدرنا في داخل ميليشيات الجنجويت، تخيل انه عمليات الهجوم اللي كانت مستمره للمدرعات في الايام ديك بتتذكر من اجل شنو؟ والله انا لو وريتك تقول لي يا اخي الكلام ده كانوا عارفاه قيادات الميليشيا فوق. ركزوا معانا، ما الطلاسيم ناس تحت ناس برشم، وده ده صعاليك سي ديل تحت ده صع يا اخواننا، ديل تامين بيهم، ديل رمم تامين بيهم شغل يا اخواننا، ناس كيكل والتفاصيل، ديل ما محسوبين، ديل ما محسوبين يا اخواننا، ديل يموتوا ما بيفرقوا، ما بيفرقوا معاهم. لكن النخبه الفوق قال دقلوا وقال منو النخبه الفوق، تخيل. طبعا بعد وفاه الهالك الجنجويت الكبير بتاعه محمد حمدان دلقوا الشغله دي يا اخواننا، اتقسمت عثمان عمليات شغال شغل كبير براو، الجنجويت عبد الرحيم شغال شغل كبير براو. طبعا دي تفاصيل انا حاجه اشرحها فيما بعد، لكن هسه خلونا في مواقفنا العملياتيه، ما دارين نتكلم في التفاصيل دي خلوها جانب. طيب تخيل يا عزيزي المستمع اخي واختي، هؤلاء لأنه تخيل إنه في المدرعات انسحبت مجموعة من البنوك، الخزن بتاعت البنوك في بداية الحرب، ركز معي، في بداية الحرب في بعض البنوك المتواجدة مثلا على زي مستوى الكلاكلات والشجرة وفروع أفرع لبنك الخرطوم وللبنوك الأخرى، سحبت الخزن من هناك، جات دخلوا الخزن في داخل المدرعات لعمليه بتاعت حمايتها، وكذلك بعض البنوك اللي هي المتواجده على مستوى زي مدرمان، عفوا زي الخرطوم جنوب، وعندك الشجره والكلاكلات وابو ادم، كل الافرع بتاعت البنوك المتواجده بقادي اخواننا حفاظا عليها، لانه اساسا الزول اللي فكر ده عارف تماما طبيعه هذه الميليشيا المرتزقه، طبيعتهم انه ما عندهم غير انه يشتغلوا الشغل بتاع قنايم. فقام سحب كل الخزن دي في الايام الاوائل وجابوها دخلوها في داخل المدرعات حفظا لاموال وممتلكات الشعب السوداني. فتخيل انه الموت الماتوه الاكثر من 2000 او 3000 حاجه والاسرى بالمئات في ايام المدرعات لم يكن من اجل، لانه يدركوا انه كانت عندهم معلومة إنه المدرعات ما كان فيها سلاح، كانت عندهم المعلومة دي لكن ما ملقوها لمنو،
ما ملكوها لهؤلاء البجم بقدر ما ملكوهم معلومة إنه المدرعات دي إذا استلمناها منقدر من نستلم القيادة والطفاء وكل التفاصيل دي. لكن ده ما كان القرض، القرض كان إنه قدم المعركة أخو حميتي الصغير ده اتقدم في كان في فترة لما خضعوا الميليشيات قالوا لهم المعركة دي بقيادة الجندوبي حميتي. الكلام ده لأنه ليه؟ بيفتكروا إنه إذا انتصروا سيطروا على المدرعات يحاولوا إنه شنو؟ الحاويات الداخل المدرعات اللي فيها الخزن والدولارات اللي سحبت من البنوك تكون بقيادة أخو هذا الجنجويت إنه يسيطر عليها ويسحبها. كان الهدف السرقة. يعني تعالوا نخش طوالي مباشرة هنا الموقف العملياتي على مستوى ولاية القرطوم. أم درمان بحمد الواحد الأحد الصمد في داخل أم درمان تم تدمير في أم درمان أم بداد وعندك ألفت الحبات دي براها ثلاثة مدافع. الثلاثة مدافع يا ناس أم بداد كان الشقالة فيكم عملية بتاع التدمير ودك بحمد الواحد الأحد الصمد عبر نصر الجو تم تدميره تماما معركة أرضية للمهام الخاصة اشتباكات أرضية. وجاي للصعلوق اللي بيتكلم عن الرايد النغيم المدكر الكذاب الآشر اللي قال يا أخي أنا قتلته أنا سويت له أنا فعلته. أول حاجة لازم تعرف المعلومة دي الزول ده قاعد في الخرطوم. نحن حددنا موقفه وفي الخرطوم ذاته في شارع الستين عشان ما يقعد يكذب يقول أنا من الشقلة كذاب ما عنده علاقة مع قاعد في الخرطوم وفي شارع الستين وفي عمارة أقسم بالله تم تحديده. أنا أقول لكم بالواضح فهمتوا عشان ما تسمعوا لكم فيديو لافي الناس شايل الفيديو هاي زول ده وزول ده أوه زول ده زول ده انجغم جانب ده ما داري نتكلم عنه. تعال اسمع هنا ثلاثة مدافع تم تدميره على مستوى مدرمان اثنين في مبدأ واحد في النخيل ده في المنطقة بتاعة مدرمان. مدرمان قرب اللي هي مبدات وسوق ليبيا والتفاصيل. ثلاثة مدافع عندك مدفعين في مدرمان القديمة مدفعين تم تدميرهم في مدرمان القديمة. دي حاجة لازم الناس تعرفها. أم درمان القديمة كان بتحصل فوق عمليات تدوين وأنا الكلام ده أسأل منه ناس أم درمان القديمة داري أن أقول لك تفاصيل وكلام فارغ زي ده أسأل منه ناس أم درمان القديمة ودكونا المعلومة دي عمليات التدوين اللي كانت بتحصل على مستوى أم درمان القديمة وناس الصوراء والمدفع التم المدفع التم تدوين به اللي هو مستشفى النو ده أنا قلت لكم اثنين تم جقمين بحمد الواحد الأحد الصار. حتى الناس لو ركزت الليلة وأمس ما في عملية بتاع التدوين عشوائي على الإطلاق كل تدوين ممنهج من قبل القوات المسلحة للجيوب بتاعة ميليشيات الجندويت. طيب معركة على مستوى أم بداد بالإضافة لعملية بتاع التدوين بالمدفعية الاستراتيجية الدقيقة في أم بداد دق زي الدق للميليشيا على مستوى أم بداد جغم العشرات من ميليشيات الجندويت. طيب دي حاجة المنطقة المحيطة بالمهندسين. أول حاجة أن احنا بنوجه الرسالة دي لقيادة السلاح المهندسين قيادة سلاح المهندسين اللي هي بيقودة ياسر العطا. ياسر العطا الناس كلها شافت انه في الفترة الاخيرة دي ياسر العطا سكت تماما ما في له اي حاجة. طبعا يا اخواننا المعلومة دي تحديدا نحن ما حنديكم لها مش ليكم انتوا كأحرار سودانيين داعمين للقوات المسلحة لكن معلومة زي دي لو انا اتكلمت عنها بيستفيد منها الميليشيا. لذلك انا معلومة ياسر العطا دي خلوه نسكت منها ما حتكلم عنها لكن عاد بقوة عاد بقوة ده جانب. المنطقة المحيطة بسلاح المهندسين اشتغلوا فوق ناس المهام الخاصة والليلة لأول مرة المنطقة دي تطلع فوق أربع دبابات بس. الحاجة المهمة والناس اللي بتسأل عنها زيارة البرهان إيران تقدر الآن اللحظة دي بتسأل نفسك البرهان ده ليه قام من هنا وسافر مشى إيران في حين إنه البرهان نفسه شغال شغل كبير جدا جدا في عملية بتاعت شنو في عملية بتاعت انه يرسل الجنود قبل اليوم وانتوا كلكم عارفين على مستوى السعودية في اليمن هنا لانها بتحارب في الحوثي. الحوثي ده بيتمثل في منو الحوثي ده بيتمثل في ايران نفسها. طبعا الكلام ده ما بخش راس ظهر لكن انا اديك المعلومة المؤكدة الحاصل ليه. اول حاجة بدت عملية بتاعت قرارات واضحة بسحب كل الجنود بتاعنا القوات المسلحة المتواجدين على مستوى الأراضي السعودية أو المتواجدين على مستوى اليمن. دي معلومة الناس لازم تعرفها في الإعداد الآن. دي نقطة أولى. طيب ده بيأكد لك حاجة واحدة بيأكد لك إنه حتى
البرهان أو قيادات الجيش نفسها اللي احنا بنردمه ونسوي عليها هي عندها فكرة واضحة الآن ماشي عليها، اللي هو مسألة الحسم العسكري. الحسم العسكري لا غيره. وأكد والجزئية دي بتأكد لك ليه البرهان ما مشى زار، البرهان ليه ما مشى زار السعودية أو ما مشى زار جدة. دي حاجة معلومة لازم تخدها هنا. إذا كان البرهان عايز التفاوض في جدة ليه ما كان مشى إيران؟ إيران دي مشى ليه؟ إيران مشى ليه؟ ما هي شوف شغلة بتاعت خوض وهات، في تفاصيل كثيرة ودقيقة وأنا ما حكشف عنها للأمان، ما حكشف عنها، لكن في الأيام الجاية بعد تحصل بتدق أنا حطلع أقول لكم البرهان مشى لواحد اثنين ثلاثة أربعة. لك التحية محمد، الله كلام جميل جدا إخوانا، بالذات الكلام الأول الموضوع الأول اللي تكلمت موضوع إيجار التجار الأزمات إخوانا، والله في هرب ده قام وفي ناس اشتغلوا بس فقط غنموا في المواطن المسكين ما عنده بيت، شردوا من بيته ومشي يفتش البيت، سواء كان في أطراف المدن ما عنده حرب في غدار أو كسل أو بورسودان. ناس والله إخوانا بيت لا يسوي إخوانا، في السودان بيت يكون شهر بألف ألف وألفين دولار و3000 دولار، كلام ده كلام ما بخش الراس، لكن في ناس ما عندهم ضمير نهاية والله، واستغل الفرصة دي وقايتوا غنمة من الناس. وفي نمود الغنائم برضه زي ما قلت جدل الآن ما عندهم أي هدف، لأنهم مؤسسات ضعف وسريع انتهوا، جنجويد فقط تكون دي إبارة الميليشيات الجنجويد اللي تمارس الأعمال النهب في دارفور قاعد تمارس هسه الآن، وده الشغل في خرطوم يا اخوانا. ده مصر كقوة انتهى، كقوة نظامية عندها هدف انه دار تستلم دولة دي انتهى. الآن دي كل ميليشيات إجرامية قاعد تحاول تجيب تغنم وتجيب أهلها وتشيل وتمشي. عشان كده يا اخوانا الناس بالضروري انت تكون جاهز، لازم تكون عندك سلاح اخوانا. اي زول كل مره نقول لازم يكون كل زول يكون مصلى، وهذا صعب عارفين جدا انه اي زول ما يقدر يشتري سلاح، لكن تحاولوا انه تمشي الحكومه تامنوا اي ناس، لازم تامنوا وراكم، لازم تشتغلوا دبانات وتامنوا وراكم اخوانا، من غير كده ما في اي حل، لانه لازم بجوا من هوادينهم، بجوا الناس اللي قاعدين هنا معاكم زاد شفتها بيشتغلوا استخبارات وبشوفوا معلات الحاجات اللي فيه محلات السمين والسمين بكونوا جاهزين، عشان عندهم ناس في كل مكان، لأن حوادثهم منتشرة في كل مكان. وغرنا زيارتنا العلاقة السودان وإيران برضه ناس اتكلموا كتير جدا، ونتمنى إنه علاقة نواب تنجح، إلا كان السودان صاحب قوات من اليمن والإيران، اليمن والسعودية، لأنه ديل إيران هو اللي قاعد يقاتل في ما روسي في السعودية، وعلاقات يعني شغل دي معقد شديد. ونتمنى انه العلاقات تكون كويسه، ونحن دارين مصلحه الدوله، وده كله ما يبقى الا شغل بتاع ارتزاق لازم يجيب.